ايوه يا طروق، ازيك يا حبيبي؟ لا ما نمتش طول الليل يا حبيبي، كنت بعمل شويه تحريات على ابوك. طلع زي ما كنت متاكده، بيكلم واحده على الفيس. لا عملت هاك للاكونت بتاعه، ليا طرقي، رجالتي في كل شركات النت بتاعت مصر والموبايلات وكده، ساعدوني ربنا يجازيهم كل خير. بيكلم واحده يا حبيبي، ابوك في العمر ده بيكلم واحده على الفيس. معرفش اسمها، باين شباب القلب الجميل، من اياهم اللي حاطين رموش مراوح ولازقه حسنات في وشها وفي حتت تانية كتير. عجيبه مريبه، ربنا يعافيك يا ابني ويعافينا من الاشكال دي. لا لا بيبعت لها اغاني وبتبعت له اغاني وكده. بعت له كيفك انت، وما هي عارفه ان هو صار عنده ولاد، بتكلمه ليه البعيده؟ لا ما تخافش مش هعمل حاجه، ده ابوكم برضو يا حبيبي بعد العمر ده كله. لا انا ليا تصرف تاني معاها ومعاها برضو. طب اقفل يا حبيبي عشان معايا. لا ما تخافش بقى يا حبيبي، هو انا هعمل فيه ايه؟ ان شاء الله، وحد الله وحد الله يا طارق، وحد الله. ما تخ... يعني ايه انا عارفك يا امي؟ يعني ايه؟ يعني انت يرضيك بعد العمر ده كله ابوك عايش مراهقه متاخره جدا؟ ده داخل على الكام؟ انا ما بقتش عارفه اعد. ده احنا مع بعض من ايام سيد بيه سيد بيه، كيلو اللحمه بقى بجنيه. ما تخافش يا حبيبي، اوحد ربنا، وحد الله انت، وما تخافش يا حبيبي. لا اقفل بس عشان معايا خط ويتنج، كانها افكار بتسال عليا، مصر كلها بتسال عليا من ليله راس السنه واللي ابوك عامله فيا. ماشي يا حبيبي، اورفوار. ايوه يا افكار طروقه حبيبي، خايف على ابوه، العيال خايفين قوي، ورودي طالباني من دبي، هيموتوا خايفين يشوفوا اعمل فيا. مش هعمل حاجه، انا بس اعلمه غلطه، انا بس يعني هعرفه، انا هعرفه بس بالهداوه كده خالص، وعلى الهادي على الهادي يا زبادي. لا زي ما احنا متفقين. لا الجيم خلاص ما عادش يعتم هناك تاني طبعا، لغوا له الاشتراك، والهدوم كلها بقى نزلت له الشتوي القديم بتاع زمان، الهدوم قلت له كلها ضاعت في المغسله، المغسله اتسرقت والحاجه بتاعتك راحت فيها. لا والرجيم زي ما هو، طبق السلطه الكبير قوي بيتحط قدامه على الترابيزه، بس بيتعمل بصوص السمن البلدي. بصيت بقى في جوجل، بيقول لك صوص السمن البلدي دريسنج للسلطه، شهرين مش هيعرف يخش من باب الاوضه. برهمتي حبيب قلبي من جوه، عشان يبقى يعرف يعمل لي رجيم على اخر العمر. كنت فين قبل كده يا حبيبي؟ الرجيم وش عضلات وش دهون، رجيم مش شيطان الرجيم معروفه. لا استني عليا، بيكلم بنت معرفش اسمها، فرتكت القلب الحزين باين على الفيس. ممكن تطلع شعبان في الاخر، يعني ممكن يطلع راجل ومتنكر وهو بيضحك عليه. ما انا هتقولي لي طبعا، ما انا عارفه البنات بيعملوا ايه. بس عموما يعني احيانا كده انا شاكه في شاديه، بتاعت الرحاب. امال ايه؟ تبقى بنت خالة مرات عمة جوز امه من زمان. لا وانا هسكت، لا ده انا هاخده النهارده بالليل اقول له شادية الشقة بتاعتها ولعت وعايزين نروح نقف جنبها، على اساس يعني ان انا قلبي عليها. بحس ان احنا لما نقف على باب شقتها لو الواي فاي بتاعه لقط باسمها يبقى لنا كلام تاني يا برهومتي. ماشي يا حبيبة قلبي، هبلغك باللي يحصل، ادعيلي، ببوسك.